صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. أهلا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا. اليوم الجمعة 18 جوان 2021، موعدنا يبدأ من توا حتى منتصف النهار. عديد الفقرات والاستضافات تستنى فيكم. 71 143 400 75 نجموا تتواصلوا معنا في مختلف الفقرات اللي موجودة، ودبارة كذلك، وحاضر معنا الشيف أيمن شعباني كالعادة. اليوم مواصلين بالطبيعة دبارتنا اللي هي خاصة بالناس مرضى بمرض الأبطن، الناس اللي عندها حساسيات على الجلوتين. كما قلت لكم برشا فقرات تستنى فيكم، وإن شاء الله باش نلقاو ميساء غابري اللي مختصة في تقويم النطق. وما زلنا مواصلين الحديث على الكتب وعلى وقتاش ندخلوا للصغار بالطبيعة، بعد ما كنا شفنا الجزء الأول حكينا حتى 3 4 سنوات كيفاش تعامل الطفل وتعودوا بالكتاب. ما زلنا مواصلين الحديث على العلاقة اللي إن شاء الله نبنيوها مع صغارنا وننميو فيهم حبتهم للمطالعة وللكتب، وردوا بالنا عليهم، ردوا بالكم على رواحكم وعلى عزاز عليكم. لبس الكمامة، التباعد الجسدي، غسل الأيدي. الناس اللي ما زال ما قيدتش في التلقيح يفضلكم قيدوا في التلقيح، لأنه مهم برشا، لأنه التلقيح هو سلاحنا ضد جائحة كورونا. واللي جاء وقت التلقيح متاحة تلتحق بمراكز التلقيح، تلبس الكمامة وتواصل لبس الكمامة. ردوا بالكم على رواحكم، ربي يحفظ التوانسة وين ما كنتوا. قلوبنا معاكم الكل، وقلوبنا زادة مع وليداتنا اليوم اللي يعديوا بكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح يا ربي، وإن شاء ربي يفرح العائلات التونسية الكل. وكذلك سعيدة اليوم جدا اليوم يرجع بحذانا زميلنا وصديقنا محرز الغنوشي. صباح الورد محرز. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بكم هنا. ان شاء الله باش ناخذوا فكره على برشا كلام الحقيقه على حاله الطقس اللي توا هي تقلبت شويه. شوفوا في شويه كميه صغيره من الامطار، لكن الطقس ماناش فاهمينه، مع انتظارات وتحذيرات على موجة حرارة كبيرة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل أكيد معاك محرز بعد حين، لكن قبل هذا باش نقولوا صباح الورد والفل والياسمين للشيف أيمن بطبيعة اللي باش يقدم لنا دبارتو اليوم. صباح الخير موني، صباح الخير محرز، مرحبا بالساده المشاهدين اللي التحقوا بينا توا. دونك مازلنا مواصلين في لي روسيت سون جلوتين نتاعنا نتاع اليوم. البارح عملنا كما وريناكم لي فون دو تارت سون جلوتين، اليوم ان شاء الله باش نفارسيهم، باش نعطيكم روسيت باهيه نتاع صوص شوكولا، باش نزينوها شويه بالفلويزيك، باش نجموا هكا ندخلوها لصغيراتكم. وكيف كيف باش نعملوا اليوم براونيز سون جلوتين. ماك تعرفوا توا جاي بحر وصيف وكل شيء، هكا لازم هكا الحاجه الحلوه اللي باش نهزوها معاكم. استنى باش نعطيكم كل التفاصيل الكل. نبداو اول حاجه بالروسيت نتاعنا نتاع اليوم اللي هي فيها 3 كعبات عظم، 150 غرام فرينت روز، 90 غرام سكر، باكو خميره، شويه فرويسيك، اخترت نوازيت وبيستاج، عندنا 150 غرام زبده، وثلاثه ولا اربع مغارف حليب. بالنسبه للحليب ديما ماذا بيا ندخلوا في لي روسيت نتاعي، خاطر كل ما ندخل برودوي لتي في اي برودوي في اي ماتير معناها سون جلوتين، هي اللي تخليها مولوز وتخليها تصبر اكثر وتخليها ما تيحش. اول حاجه الشوكولاته هذه نحطوها في الميكرو ووند تذوب دقيقه واحده. اول حاجه نبدا بها كيف ما قلت لكم 3 كعبات عظام. الخدمه الكل اليوم باش تصير في الباتور، نكسروا العظام بالكعبة بالكعبة، ماذا بينا ديما العظام تعرفوا طاو الدنيا سخونة، والعظام حاجة ديليكا برشا. هذه العظام ونصبوا معاه الكونتيتي نتاع السكر الكل. دقيقة كونتيتي نتاع السكر الكل نصبوها مع بعضهم، نحطوها نخليهم جوست يتجانسو الكل مع بعضهم. نفقد الشوكولاته، كيف ما قاعدين نشوفوا العظام والسكر بداو يتجانسوا مع بعضهم، يلسوا فيه هكا حسيتهم بداو يدخلوا في بعضهم. نحط هكا الزبده والحليب
نذوب الزبدة مع طرف الحليب شوية على الغاز. نحطوهم يذوبوا مع بعضهم. أول ما يذوبوا نزيدوا عليهم الكاكاو. الكاكاو نسيت بس نسميه لكم، الكاكاو هذايا سون سكر. ديما ماذا بينا في الريسيت نتاعنا نحطوا حاجات، نستعملوا حاجات سون سكر، على خاطر الشوكولاتة فيها سكر والبراونيز في حد ذاته فيه سكر. بعد نجموا باش نعملوا صوص شوكولا من الفوق، معناها ولا كان ضربة السكر كلاس، دونك يجينا حلو برشا. ديما ماذا بينا على قد ما نعملوا نستعملوا معناها في الريسيت نتاعنا حاجات سون سكر على قد ما خير. باهي جست يذوبوا شوية بركة مع بعضهم، نحطوا الكاكاو عليهم. الكاكاو ماذا بينا ديما ما يغليش، أول ما تذوب الحليب الحليب والزبدة نزيدوا عليهم الكاكاو ونهبط من القاس، على خاطر ما تعرفوا الشوكولاتة ديما كي تبدأ فيها حرارة عالية تتحرق فيسا، وإحنا ماذا بينا ما نوصلوش للمرحلة هذه. كما تشوفوا في التكستشور هكا بالضبط تكون به جست دقيقة نتفقد الشوكولاتة اللي قاعدة تذوب. سي بون، طبعا الشوكولاتة نتاعي هذي جست هكا نعملو تخليطة صغيرة ونزيدوه على الكاكاو. طبعا الشوكولاتة هذية الميزة نتاعو، علاش يقولوا معناها كيفاه الكاكاو الروسيت، علاش حاطين شوكولاتة، هي اللي باش تخليها مواليوز، باش تخليها كل فوندونت، معناها باش تخليها كعبة كعبة البراونيز. نعمل لهم تخليطة بيان سي بون، كيف ما قاعدين تراو العظم والسكر، العظم والسكر سي بون طلعوا. نوريكم التكستشور، نوريكم التكستشور نتاع العظم والسكر. شوف هذا العظم والسكر وحدهم، ما زدناهم حتى شيء. توا الأهم والمهم الخميرة نتاعنا، نزيدوها لك الفارينة مع بعضهم هكا، نزيد الخليط نبدا نخلط من اليمين لليسار. ديما التخليط ماذا بيه يكون من اليمين لليسار باش هكا الميلونج الكل ما يتيحلنيش، وكل الهوية اللي طلعناه من اللول الكل هذاك من بعد نفقدوه. كيف كيف توا نزيدو نزيدو هكا الكاكاو والزبدة والحليب عليهم. تخليطه جست تخليطه صغيره برشا، ها جست باش ندخلوا لي ميلونج كلهم مع بعضهم. ها كيف ما تعرفوا لي روسيت سونغليتين راهم صعاب برشا في الـ في الـ في الـ في التحكم نتاعهم، هذاك علاش احنا خممنا فيكم سيزون هذي. ونشكرها برشا منى ذبيب اللي خمت بالحق في الناس اللي عندهم الحساسيه من الجلوتين. جست ها ها كيما قاعدين تراو فيه الميلونج هكا. طيب باش نزيد الفرويسيك اللي اخترتها اليوم كيف ما قلت لكم، شويه بيستاش وشويه نوازيت، واخترت بيبيت دو شوكولا. نزيدو ونخلطو شويه. البلاتو اللي اخترتو بيان سور كان ما عندكمش بابي كويسون تنجمو تدهنو فيه شويه زبده وشويه فارين تروس، والا كان عندكم بابي كويسون من المحبذ خير باش نضمنو اللي ما تشدلناش، معناها ما تلصقش. مي تا
توا الميلونج الكل. شوفوا كيما قاعدين تراو هكا. لازمها هي اهم حاجه من التكنيك. لي روسيت موجودين بارتو في اليوتيوب ولا في جوجل تلقاوها. اهم حاجه التكنيك نتاع الخدمه سورتو لي فارين هذوما ديليكا برشا معناها في الاستعمال نتاعهم. بالنسبه كيفاش معناها باش يتحطوا في الفور، مش يتحطوا كيكه في الفور، يتحطوا على من الاول لازمها تاخذ شوك ترميك في الفور، معناها تتحط في 250 درجه، تقعد درجين من زمان، ومن بعد ما تاخذ الشوك هذيك نقصوا الحراره نتاعها على 160 درجه وتقعد نص ساعه وبين 7 دراج. جوست دقيقه نحط البراونيز في الفور. باهي البراونيز نتاعنا في الفور توا. احنا جوست باش نحضر بعد شويه سوس شوكولا، جوست نلم بلون دو ترافاي نتاعي ونرجعوا للطله الثانيه للروسيت نتاعنا نتاع اليوم. نمشيو لموني ومحرز الغنوش. شكرا ليك، يعطيك الصحه شيف ايمن، يعطيك الصحه على بتبيعه الروسيت اللي اقترحت علينا اليوم، واكيد باش نزيدوا نتابعوك في اكثر تفاصيل. كما قلت لكم اليوم حاضر معنا محرز الغنوشي باش ناخذوا اكثر تفاصيل بتبيعه على حاله الطقس، وخاصه مع برشا كلام على موجة حارة، حرارة غير عادي، ارتفاع غير عادي في الحرارة. محرز صباح الورد. صباح الانوار، مرحبا بكم، مرحبا بكل اللي اختاروا مرافقتنا هذا الصباح من خلال شاشة قناة الوطنية الأولى. نسمعوا في برشا كلام ونشوفوا في الطقس اليوم مغيم مع إمكانية هكا شوية مطر فما ليه؟ بعض الامطار المحليه ممكن كلامك ياكدوا لنا تسلسل صور القمر الاصطناعي نلقاوه محين في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. تقريبا كما نجموا نشوفوا كنا معنيين بظهور مجموعه من السحب المرتفعه كما قاعدين تشوفوا اللي كانت اكثر كثافه، رفقتها بعض الامطار الضعيفه والمحليه اللي ما عندهاش تاثير كبير بقدر ما تعكس اللي فما قيام رطوبه عاليه وعاليه جدا في الغلاف الجوي. واليوم المعلومه الجويه مطلوبه مش على خاطر الاخبار اللي هي قاعده تدور في مواقع التواصل الاجتماعي، انما نظرا للعديد من الاحداث اللي هي تنتظر فينا نهايه هذا الاسبوع. ما ننساوش حدث رياضي هذاك شو اليوم عوده الجمهور، اليوم عندنا مقابله نصف نهائي تشامبيونز ليغ، وعندنا كذلك نصف النهائي بالنسبه للكاس تونس، معناتها بالحق احداث رياضيه وعوده الحمد لله ان شاء الله، وان شاء الله تعدى كله في ظروف طيبه هذيا اللي ناملوه اكيد. وبالحق معناتها نحبوا اعطينا يا خويا السبت ولا حد كيفاش باش يكون، خلينا نعرفوا الحراره ونوعيه يمكن حتى الرطوبه والهواء. صحيح، هو اكثر حاجه تخوف وقت اللي ترتفع درجات الحراره هو كون اوتوماتيكمون احنا نخمو في الكليماتيزاسيون كسوسوا في ديارنا والا حتى في كرهبنا ولا ممكن حتى في الفضاءات الداخليه. تعرف هنا نحكيو على تغييرات كبيره وكبيره جدا اللي تنتظر فينا ديما. تعرف المكيفات يتم التعديل نتاعها على مستويات اقل من 26 درجه، انما اللي يتم الرصد نتاعو معناتها في الفضاءات الخارجيه اون بلانير كي نبداو برا رانا نحكيو على درجات حراره اللي هي قد تتجاوز المعدلات العاديه. كيفاش يتحسب المعدل العادي؟ فما المعدل الشهري واللي هو مجموع درجات الحراره اليوميه ونقسموه على 30، وقت اللي نعملوا المعدل نتاع 50 سنه وقتها نحكيو على المعدلات المرجعيه. العادي كونوا في شهر جوان تكونوا معنيين بدرجات حراره في اغلبها من بين 30 ل 37 درجه، واقل نسبيا حتى في المناطق الساحليه الشرقيه تقريبا في حدود 26 و28 درجه. انما الفتره هذه احنا قاعدين نشهدوا في تدفق تيارات هوائيه صحراويه بالاساس، هذاك علاش قاعدين نسجلوا في درجه حراره اعلى من المعدلات العاديه. البارح في تونس العاصمه سجلنا 34، اليوم نتوقع كون الارتفاع هذا مازال باش يتعزز اكثر مع تدفق التيارات الهوائيه الجنوبيه. والذروه نتاعو هو نهايه هذا الاسبوع، هذاك علاش نحكيو على وضعيه جويه تطلب منا كل اليقظه، نحكيو على مستوى يقظه فيما يتعلق بسلوك درجات حراره. علاش؟ على خاطر احنا قاعدين متجاوزين المعدلات العاديه وهذه قراءتنا التطور اللي قاعدين نشاهدوا على الشاشه بالطبيعه. اي بالضبط، نهار السبت ونهار الاحد درجات الحراره من المتوقع باش تتجاوز مستوى ال
40 درجه في اغلب الجهات، تقريبا من بين 40 حتى ل 47 درجه. اليوم على الارقام نتوقع التزيله في مناطق الشمال الغربي على غرار بيزا جندوبه، وين باش توصل درجه الحراره مستوى 43. وديما ناكدوا هذه الارقام في الظل، خاطر اللي يتم التامين نتاعو من معطيات فيما يتعلق بمؤشر الحراره راهو الهدف نتاعو هو تقديم درجه حراره تعكس الخصوصيات الحقيقيه للكتل الهوائيه. اما الانسان وقت اللي باش يخرج في قايله في نص النهار وقت اللي باش يكون معرض بشكل مباشر راهو باش يحس قيم اعلى بما يقارب الاربع الى خمس درجات. معناتها المقابلات الرياضيه اللي الخمسه بتاع العشيه باش تكون في طنب غرغور القايله نقولوا صحيح في درجات حراره نسبيا مرتفعه. تقريبا السبت والاحد تقريبا قداش باش تكون درجه الحراره في تونس العاصمه؟ الحراره القصوى نتوقع نهار السبت باش تكون في حدود 42 درجه، نهار الاحد تقريبا في مستوى 43 ل 44 هذه كحراره قصوى. مع الخمسه بتاع العشيه نهار السبت تقريبا باش نحكيوا على مستوى 36 37 درجه في ظل قيم الرطوبه عاليه وعاليه جدا. كما قلت انت صحيح هو معناتها عوده الجمهور هذا هو الحدث، انما ما قبل عوده الجمهور فما ناس باش تخدم اللي هو الجيش الابيض بالمناسبه هذه، نقدموا لهم تحيه باش يكونوا فما لي تيست بي سي ار باش يتم هذا بداوا فيهم لي تيست. هذوك موضوع برشا ان شاء الله باش يكون حاضر معنا زميلنا طارق العصادي، هو كان من المفروض باش يكون عندنا من التلفزيون الاهلي زميل صحفي لكن تعذر حضوره، باش يحضر معنا طارق اكيد باش نحكيوا في التفاصيل الكل فيما يخص الاستحقاق اللي ينتظر الترجي الرياضي التونسي ان شاء الله غدوه، وكذلك باش نحكيوا زاد على كاس تونس اكيد، والحقيقه النصف النهائي والادوار النصف النهائيه زاد اللي مهمه للغايه الحقيقه. رجوع باهي ان شاء الله يا ربي يتعدى في احسن الظروف مع السخانه، ردوا بالنا بطبيعه شرب الماء، نزيدوا ردوا بالنا اكيد صحيح. على روحنا هذه اكثر حاجه احنا ناكدوا عليها واللي هو تجنب اوقات الذروه الحراريه من 11 تاع الصباح حتى الاربع تاع العشيه. الفوميو اللي عنده قضيه يخليها صباح بكري ولا عشيه، وتعرف كي نقولوا ويكاند فانه اوتوماتيكمون الناس التواصيف قاعده تخمم في المعلومه الشاطئيه نجموا نعوموا نعوموا ولا ما نعوموش، كنت باش نقول لك بالضبط هذه تتساءل عليه الناس الكل خصوصا وانه البارح كان فما عنصر يطلب منا نصيب المتابعه. البارح اللي كانت قوية في المناطق الساحلية وصلت سرعتها المستوى ال 40 وال 50 كيلومتر في الساعة، بحر اللي كان مضطرب إلى شديد الاضطراب. المؤشر الإيجابي كونه باش يكونوا معنيين بتقلص تدريجي في حدة تفاعلية الرياح نهاية هذا الأسبوع، اليوم العشية غدو وبعد غدو باش يكونوا معنيين بهبات رياح في أغلبها ضعيفة إلى معتدلة، هذاك علاش فيما يتعلق بحالة البحر باش يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب. درجة حرارة مياه البحر في الوقت هذايا عموما مقبولة في مستوى 22 درجة في المناطق الساحلية الشمالية لبلادنا، 22 24 في خليج حمات في جهة الساحل، في سواحل سوسة المنستير المهديه، وبالنسبه لخليج قابس تقريبا درجه حراره مياه البحر باش تكون في مستوى ال 25 درجه. فقط الانسان ما عندوش حل اخر كان ياخذ بالاسباب الارتفاع هذه في درجه حراره هو المعروف حتى وقت اللي تسخن الدنيا يلبس حاجات لتحمي من الشمس اكيد بالضبط. هو حتى كي تسخن الدنيا ديما نقولوا فما العشيه فما النسمه نتاع السيف فما النسمه البحريه، هو ممكن باش تعبنا شويه كونه حتى درجه حراره ليلا نهايه هذا الاسبوع باش تكون في مستويات راهي نسبيا مرتفعه. كي نقولوا درجه حراره في الليل من 26 ل 30 درجه وديما ناكدوا في الليل راهو قد تعبنا شويه. الحاجه الايجابيه اللي ممكن نختموا بها هو مؤشرات الانفراج وقتاش باش تطيح سخان وقتاش تنخفض درجه الحراره، هو مع انطلاقه الاسبوع القادم باذن الله نهار الاثنين باش نكونوا معنيين بعوده تدفق التيارات الهوائيه الشماليه، هذاك علاش انخفاض ملحوظ وفارق اللي احنا نثمنوه. كي نقولوا تونس العاصمه نهار الاحد 44 ونهار الاثنين راهي باش تتراجع درجه الحراره القصوى الى مستوى 32 درجه، فانخفاض ب 12 درجه الانسان ياخذ بعين الاعتبار ونجم نقولوا ان شاء الله باش يكونوا معنيين بعوده تدريجيه للارقام العاديه بدايه من الاسبوع القادم باذن الله. السخانه هذه عاده ما تعداش بلاش، اش معناتها ما تعداش بلاش؟ خاطر وقت اللي ترتفع درجه الحراره فالمعروف كون الكتل الهوائيه كي تسخن تتصاعد مستويات عليا، هذاك علاش عادي جدا باش تتكون خلايا رعديه في المرتفعات الغربيه لبلادنا. نعرفوا تاثيرات التضاريس وقد تنزل بعض الامطار الرعديه اللي ما عندهاش تاثيرات كبيره أكيد. في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي اكيد. محرز حبيت نسالك تعرف اللي ديما هكا نستنى ونتسائل ونقول تطلع هكا بعض الكلام يقول لك صيف سناء باش نسجلوا ارقام قياسيه، صيف سناء في المنطقه الفلانيه باش يكون برشا فما سخانه، بعض المواقع بالطبيعه تروج لهذا، صحيح ما الغلط هنا؟ هو صحيح كونه كلها سيناريوهات وتوقعات جوية تحتمل صحيح وتحتمل خطأ، إنما ما هو ثابت كون التوقعات الجوية على المدى القريب هي فيها صحة فيها نسبة صحة خير برشا. التوقعات الجوية هو على المدى المتوسط بداية من نهار الخامس السادس راهو تنخفض فيها تقريبا نسبة الصحة إلى 70%، فما بالك وقت اللي نحكيو بتوقعات جوية موسمية هي فقط تعطي مؤشرات اسكو باش نكونوا أكثر من المعدل العادي وإلا أقل من المعدل العادي، وحتى نسبة السواب فيها
مش كبير برشا. كما قلت انت هي في الاخر المعطيات الجويه يتم التامين نتاعها بشكل دوري، على خاطر فما اليات نتاع استشعار عن بعد، فما رصادات يتم التامين نتاعها بشكل مستمر من طرف مختلف المحطات نتاع الرصد الجوي اللي هي تعمل بشكل مستمر. هذاك علاش ديما نقولوا احنا المعلومه الجويه قبل التحيين. ما ننساقوش كما قلت انت وقت ساعات فما تهبط انفورماسيون نقولوا السخانه هذه قياسيه ولا مش قياسيه، هي هذه ممكن حاجه نحب نختم بها. راهو السخانه باش نتعداو بها في الويكند ماهيش قياسيه، علاش؟ خاطر سنه 2003 2007 اللي مش بعيد برشا كنا معنيين بموجات حراره في جوان اللي وصلت فيها درجات الحراره مستوى 45 و46 درجه هنا في تونس العاصمه. 46 راهو هو الرقم القياسي اللي تم تسجيله على مده 50 سنه التالي. المعدل العادي صحيح هو 30 درجه فقط. الانسان قدام ظروف طبيعيه ياخذ بالاسباب، ربي يعطينا قد الجهد وربي يعطينا قد ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ربي يحفظنا الكل وربي يحفظ التوانسه الكل. والحقيقه محرز باش نقول لك شكرا على الموسم هذا اللي عديته معنا، كنت يوميا معنا بالطبيعه باش تقدم لنا المعلومه سواء معي او مع زميلتي ايناس العمري. شكرا على الطاقه الايجابيه وعلى حضورك المستمر معنا وعلى البرشه المحبه اللي تقدمها الحقيقه، لانك تعمل في حاجه هكا من قلبك، فشكرا ليك يعطيك الصحه محرز، وان شاء الله ديما منور. العفو، هي المحبه هذه ممكن الناس يشوفوها كما قلت انت في الاكران في الشاشات اللي احنا نستسمحوهم باش ندخلوا ديارهم، انما وراها محبه الفريق اللي معنا في الكواليس زاده. فان شاء الله ننجحوا احنا في المهمه نتاعنا وان شاء الله نخليوا الاثر الطيب ان شاء الله ديما منور. اكيد محرز نلقاوك بالطبيعه معنا في الوطنيه وكذلك مع كواسيله بالطبيعه باش تكونوا موجودين يوميا باش تعطيوا المعلومه الصحيحه والمحينه بالطبيعه للساده المشاهدين ومشاهدي الوطنيه الدار الكبيره اللي تجمعنا الكل. نمشيوا مع اول نغم مع النجم العربي صبر رباعي في مزيانه، وبعد باش تلقى وميسة غابري بالطبيعه اللي هي مختصه في تقويم النطق. باش نستناو مكالماتكم الهاتفيه على 71 143 475، وكذلك السيد جعفر الربعاوي السيد القاضي بمحكمه التعقيب باش يكون حاضر زاده وباش يتواصل معكم اكيد من خلال اتصالاتكم.
مواصلين فقرة برنامجنا واستضافتنا تحضر معنا ميساء غابري مختصة في تقويم النطق كما قلنا لكم، وبدينا نحكي وبطبيعة نهار الأربعاء على الكتب وقتاش ندخلوا من الصغير كيفاش بطبيعة التعامل، قلنا ابتداء من 4 شهور ناخذوا أكثر تفاصيل بطبيعة مع ميساء، وننتظروا مكالماتكم على 71 143 475. صباح الورد. صباح الفل. صباح النور الناس الكل. باش نكملوا احنا أي. تفاهمنا ان باش نرجعوا لعمر 3 سنين. 3 سنين وصلنا لك 3 سنين وقفنا المره الاخرى. باهي نذكروا انه رانا قلنا الكتاب يلزمه يكون لعبه. الكتاب اللي يبدا لعبه يبقى ديما موجود في حياه الصغير. باهي اما احنا تو وصلنا لعمر 3 سنين ما عادش مستحقين انه الكتاب يكون لعبه على خاطر انا نجم نشقشق به نعم به صوت، ولا على خاطر هو قماش وفيه هكا ملمس مختلف في كل صفحه، ولا على خاطر فيه كل لي بارتي هذوكم البلاستيك نجم نحطهم في فمي نشوفهم احساسهم كيفاش نحكم نقول احنا نحك بهم اللثه نتاعي ولا أيه. حاجه توا الكتاب يلزمه ياخذ وظيفه نتاع اللعبه اما بطريقه اخرى. كيفاش؟ انه الكتاب يولي مكافاه. نجي انا في اخر الكتاب فما معناها نلقاو قصص اللي في اخر الكتاب ديما فما صفحه اللي باش نلقى فيها مثلا تلوين ولا باش نلقى فيها كلي صفحه هذيك نجم نقصها وبعد نركب بها حاجه، والا تصويره نجم مثلا نعلقها في الفريجيدير ولا نعلقها في باب بيتي ولا هذيا الطريقه الجديده اللي هي تتماشى مع المستوى الذهني نتاع صغيراتنا في العمر هذيك، واللي باش نجم تكون بها الكتاب هو في نفس الوقت اللعبه باش نحافظوا على علاقه الصحبه نقولوا احنا بين الصغير والكتاب على خاطر احنا نذكروا اللي نعملوا في هذا الكل باش نبنيوا علاقه قويه بين الصغير والكتاب، باش نهارت اللي انا باش نحط لصغيري كتاب وانا عندي انا هدف نحب نوصل له بالكتاب هذاك، صغيري يكون متقبل الكتاب ويحب ويحب يتعامل معاه. به احنا اخر مره قلنا اللي اخر مستوى وصلنا له هما القصص اللي باش يعاونوا الصغير على انه يعبر على حاجات الاحاسيس اللي هو يحسهم، والا هو شنو يحب، والا نجمو انديريكتومون زيد صغيري ان نوصل له فكره انه راهو هذه حاجه باهيه هذه حاجه خايبه هذه حاجه مستحبه انا نعملوها انديريكتومون في الحكايه، في كي نكمل نحكي له الحكايه نقول زعما مش كان جاي عمل هكا وهكا وهكا شاركوا معاك معناتها تنمي شويه الخيال اللي عنده. اكزاكتومون يعطيك الصحه موني. توا من 3 سنين الفوق وظيفه الكتاب باش يولي تنميه الخيال. باهي هنا نحل قوس صغير. الكتاب ينجم يولي موجه للخيارات نتاع الصغير على خاطر في العمر هذايا الصغير بدا اللي يحب الكراهب اللي يحب الحيوانات اللي يحب مثلا عندي انا هذايا هذايا للصغار اللي هما كلي باش يبداو يلعبوا برشا في الجنينه هذوما تلقاهم تغرموا بكل ما هو النمال والفراشات فما برشا صغار بالحق يحبوا الحيوانات يحبوا الحشرات وكل. انا الكتاب ما يهمنيش في الكتيبه هو باش يثبت في التصاور في الالوان في عدد الساقين في الاشكال هذا الكل قاعده ننمي فيه انا صغيري، اما باقي رانا مازلنا ما عندناش مشكله مع اللغه ومع الكتيبه كما قلنا المره الاخرى راهو مازال ما عندي حتى مشكله في المرحله هذه شنية اللغه اللي في الكتاب والا كبر الكتيبه اللي فيه ما دام هو فيه المحمل اللي هو الصوره اللي انا حاجتي بها ما دام الاخر الكل ما يهمنيش فيه، اما انا ماذا بيا كان نبعدوا على انه يكونوا الابطال نتاع الصور المتحركه والافلام والكرتون وكل هذوكم هما المحور اللي نبنيه عليه الخيارات اللي نعملوهم لصغيراتنا. باهي عندنا اول مكالمه هاتفيه معنا عفاف من سليانة. صباح الورد عفاف. صباح الخير عسلامة. مرحبا. يعيشك. شنو التساؤل نتاعك اختي؟ تفضلي. بربي انا حبيت نسال عندي بنتي عمرها 3 سنين. عندها تاخر في النطق توا ما تكلمش هي تقول كلمات هكا اما جمله مازالت ما تكونليش جمله كامله. كيفاش مثلا تقول كلمات كيفاش تنطقهم تنطق مع بابا تنادي اسامي هكا اعطيني اما ديما توريني بصبعها كي تبدا حاجتها بحاجه
ما وديما اجريسيف هكا تبكي خاطر ما تعرفش كيفاش تعبر على الحاجه اللي تحب عليها. اكزاكتلي. انا هزيتها مدام عفيف. هزيتها لبيدو بسيكياتر وكل شيء قال لي ما عندهاش توحد وكل شيء جست يلزمها حصص نتاع نطق. وقدرة ربي معناها طول المدة شوي لهوة وتتكلم تولي تكون. ها باش نعطيوك بعض التمارين هو ميسة باش تجاوبك وباش تعطيك شوية تمارين أنت تخدمهم معها في الدار تو بقدرة ربي لاباس إن شاء الله. فوالا باهي مدام عفيف واللي باغون اللي هما في وضعيات تشابه الوضعية هذه الكل. نذكروا بالاكزرسيس نتاع المره الاخرى انه الصغير اللي يحب برشا يوري بصبعه هذيك راهي مرحله مهمه ياسر في تطور التواصل عند الصغير راهو معناها احنا فما ساعات نكونوا يلزمنا نعلموا الصغير انه يوريني الحاجه اللي يحب عليها بصبعه دونك اني هي توري بصبعها راهي حاجه باهيه برشا اما احنا هنا حاجتنا بتركيب الجمل دونك انا مش لا ما نعطيك كلمه تسميها لي الحاجه اما انا هي انت اللي تحب عليها القصه اللي لونها اخضر ولا اللي لونها وردي ولا اللي لونها اصفر انا اعطيتها احتمالات باش هي ما تتحطش فيك الوضعيه نتاع هي تتغشش على خاطري ما لقاتش كيفاش تعبر على خاطر هذاك هو علاش هي البنيه معني تحسها متقلقه وكل خاطر ماهيش قاعده تلقى في الكلام كيف ما احنا الكبار كي ما نلقاوش كلام نعبروا به نحسوا فرستراسيون نحب نعبر وما نجمتش هما زيد راهو كيف كيف دونك انا نعطيها اختيارات باش هي في الاول تبدا باني باش تتبعني باش تعاود داك الاختيار اللي انا قلته لها بشويه بشويه تولي هي تعطي من عندها هذه حاجه. الحاجه الثانيه هي اني مثلا القصص هذوما في الوضعيات هذوما راهو انا نستعملوا الكتاب ولا القصه هو محمل باش انا نعدي به المعلومه لصغيري راهي حاجه باهيه برشا على خاطر قلنا وصلنا عمر 3 سنين راهو ما عادش العبد الكبير هو المركز اللي الصغير باش يتعلم منه كل شيء هي مادامي قاعده تعمل في الحصص تقويم النطق جو سوبوز راهي تمشي للروضه ولا احنا ما سالناهاش اما كاني مازالت ما تمشيش للروضه ماذا بينا لو بلوتو بوسيبل تمشي للروضه وتحطها مع الصغار زاد اكزاكتومون مع الصغار في الروضه في يلعبوا في الجنينه في البحر في التفاعل مع الصغار ونزيدوا معها في الدار به نعطيك انا استوس صغيره منى الصغيرات هذوما اللي اكتسبوا ملكه النطق اما التركيب الجمله وثراء الجمله هو اللي مازال نجموا نعملوا معاهم استوس صغيره لماما في الدار ديما نعملوا الحمير في الفم ديما يبدا فما الغوجا ليفغ على خاطر الصغيرات هذوما من بين الحاجات اللي تخليهم ما يتفاعلوش برشا انه ما ينتبهش ما فماش حاجه تجلبو صحيح ديما عنا الوان اي حلوه الفكره يتبعوا ميساش حتى سيداتي ما يساوش روحهم يتلاهوا بروحهم شويه اما اللون هذاك باش يجذب الصغير يولي يتبع في الفم وش ما يتكلم واي حاجه تجذب الصغير اوتوماتيكمون احنا نعرفوا اللي هو باش يحاول انه يعمل كيفها دونك هي باش توليك الفم الاداه هذيك تراه ماما عملت هكا ما نعمل انا زيده ترى باش تحركك العضلات اللي عندها الكل انديريكتومون احنا قاعدين نعملوا لها في تمارين باش يقويوا لها العضلات باش يثريوا لها الاصوات ومخارج الحروف نتاعها اما من غير ما احنا حاطينها قدام مرايه ويا اعمل هكا يا اعمل هكا في قلب لعب هكا أستوس هايلة نكملوا بيسة معاك بتبيع على الكتب في انتظار كان فما مكالمات هاتفية أكيد نعلموا بيهم قلنا الحشرات نعاود ونأكد ماذا بيا كان المحور اللي باش يدور عليه اختيار الكتب للصغيرات ما يكونش الشخصيات هذوكم لي سوبر هيرو ولا الصور المتحركه هذوكم الكل الصور المتحركه يولي تبعهم الصغير يعطيك الصحه احنا كما قلت انت منى يعطيك الصحه احنا نحبوا ننميوا الخيال رانا كان نربطوه الخيال هذايا في عالم ماهوش الصغير هو اللي باش يبنيه في عالم اللي هو ديجا تفرج فيه يعرفوا وين يسكن وكيفاش يتكلم وشكون العبيد اللي دايرين به والا الحيوانات ولا الكائنات اكزاكتومون باش يولي هو فك القالب هذاك مش يعمل حركات اكبر من عمره معناتها مش فاهم حتى تنجم تكون مخترع مش هو باش ينطلق من فكره
من 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 حيوان والا من كائن والا من من بلاصه. فما شكون اللي مثلا يتغرموا بالحضارات، فما شكون يقول لك مثلا انا نحب الفراعنه والاهرامات ينطلق من غادي وحاجه معناها الخيال نتاع الصغار ما عندناش فكره وين ينجم يوصل. كنحطوا انا في اطار ديجا صندوق مسكر كل شيء فيه ديجا هو شافه وعارفه كيفاش هو باش يدخل فك الصندوق هذاك، مش ويسكر على روحه اكزاكتومون يسكر على روحه فيه، مش هو باش ينطلق في الخيال نتاعو. باه ناخذ مكالمه هاتفيه معنا زهره من تونس. صباح الورد. هذا صاحي مرحبا عايشك بفضل ربي. حبيت نسال مدام مايسه. اي انا عندي بنتي اوتيست. اي قد عمرها؟ قداش عمرها؟ 7 سنين. باه 7 سنين عمرها. كنت نهزها النطق كل بحكم ظروف دخلتها للروضة، حسيت طبعا عندي بريود ما هزيتها، حسيت ما متركزش معايا انا نحبها يعني كيف نقول لها مثلا اعطيها قصه ولا تلون ولا حاجه ما فيش ما توسعش بيها ترميها ما تركزش جمله معناها تو اللي تفهم هي معناها ولا تفهمني حب نعمل كيفاش نعمل يعني نعمل معاها يعني باش هي تفهمني. باهي فماشي حاجات مدام اللي تحسها اللي هي هذوكم يجذبوها اكثر من حاجات اخرين بالتجربه بالتعايش معاها في الدار، شنو الاشكال والا الاصوات والا الملمس نتاع حاجه اللي تحسهم هي تتفاعل معاهم ولا تحبهم ولا تحب تمشي لهم اكثر من حاجات اخرين. هي تحب مثلا كي تبدا اغنيه نتاع الاناشيد نتاع الحيوانات معناها حاجه اخرى حتى تلزم تركزش معاها قول له عب ما تلبس ما تحبش لعب معينه ولا فهمت كيفاه. باهي مدام الساعه حتى التلفزه ما تركزش معاها، التلفزه راهي في الوضعيات هذوما راهي ممنوعه مش على خاطرنا فتنا عمر 3 سنين ولا معناتها ما عندها توحد. اكزاكتومون في الاطفال اللي عندهم توحد راهي التلفزه وليزيكرون الكل اون جينيرال الكلهم ممنوعين. ما هذه حاجه ساعه معناها باش نحيوها وحاجه باهيه اني ما تهتمش وما تنتبهش للتلفزه. الحاجه اللي نجم نقترحها عليك مثلا انت قلت هي تحب الاصوات الحيوانات والغنيات هذوكم وكل باه ما نحطوش غنيات اللي هما فيهم برشا ريتم مثلا توا في الانترنت وكل اللي فيهم ايقاع لا اكزاكتومون ما نحطوش حاجه غنيات هاديه شويه كان نجم نقولوا رومانسيه هكا فوالا يعطيك الصحه. اكل الغنيات اللي نقولوا احنا مثلا باش نرقدوا بهم الصغير ولا باش نريضوه بهم ولا حاجه حاجه هكا اما يكون فيها كلام هاكا انا في الحقف معناها في المحمل اللي هي تحبه المدخل اللي هي تقبله اما انا قاعده ندخلها معاه في كلام. به بالنسبه للكتب تلقى مدام راهو فما برشا كتب اللي في عوض ما احنا عندنا التصاور ومعهم الكتيبة نوليو عنا الكتاب فيه التصاور نجم تكون الكتيبة موجودة تعاون راهي أما يكون معها فما تسجيل صوتي للقصة والتسجيلات هذوكم معناها هي بداوا مدروسين باش تبدا نبره الصوت ومخارج الحروف وكل شيء صحيحه. دونك هي مادامي تقبل اكثر كل ما هو سمعي نحاولوا ان هذيك هو اللي نركزوا عليه باش نلقاو طريقه للتواصل معها ونواصلوا بيان سور في الحصص تقويم النطق هذيك حاجه ما فيهاش. عندنا مكالمه اخرى. عندنا احلام من الجم. صباح الورد احلام. صباح النور صباح الفل مدام منى احلاك واحلى كلامك واحلى مواضيعك الكل والله العظيم نحبك. يعيشك بارك الله فيك ويعطيك الف صحه. شكرا ليك اختي. شنو التسائل نتاعك؟ وتحيه كبيره لاهالينا في الجم. يعيشك. حبيت نسال على ولدي عمره 4 شهور. 4 شهور من هو صغير معناها من هو صغير عنده الفجعه على الاخر معناها في نومه ما يرقدش معناها من الفجعه نتاعو. اقل حس تاع الباب يترجع يكون معايا يقص على نومه. نخرج لبرا نعمل اي جست تاع حس حكايات على بلاصتي يترجع ولا كي نحكي معاه بغفله ولا حاجه فيه ما يترجع. قداش عمره هو توا مدام؟ توا عمره 4 شهور. 4 شهور مازال رضيع معناتها. اي مازال. في الوضعيات هذوما نحاولوا ان ما يتعرضش للاصوات قويه برشا على خاطر عادي انه رضيع مازال قاعد يبني في علاقته بالمحيط نتاعو مازال معناها بالنسبه ليه هو مصدر الامان الوحيد اللي عنده هو امه بصوتها بريحتها. دونك احنا نحاولوا ان ديما نطمنوه
نحاولوا انه معناها ما نكونش مثلا انا كنت هزته وهكا نحطه في بلاصه ونمشي طول، مع خاطر راهو العلاقه اللي بين الرضيع وامه راهي بشوي بشويه معناها نبداو نبعدوا فيها، مش يلزم يكون ديما حاسس انه هو في امان. ما نحاولوا ان ما يقومش مفجوع، هذه حاجه مهمه برشا. وكي يبدا فايق نحاولوا ان ما يكونش في اطار اللي هو فيه اصوات عاليه، معناها يكون تحاول اي تحاول نقصب شويه الحس بتاع التليفونات بتاع برشا حاجات راهي صغيره. صغير راهو مش على خاطر احنا مانيش مقبلينه للتلفزه، معناها راهو ماهوش يسمع في التلفزه، دونك حتى كان مش نخدموا التلفزه للكبار يلزم يكون صوتها معناها واطي وما يكونش فيها كل اصوات هكا المفاجاه اللي تفجع. وبشويه بشويه مدام انت معناها ابدا احكي معها شويه شويه بشويه سنسو بصوتك على الاقل exactly خاطر مستانس بيه في كرشك، كي كان في كرشك اكيد exactly لازم ديما صوتك انت يكون موجود. اما سافا نورمالمون نورمالمون لاباس، ربي يفضلوا لاباس لاباس. باهي عندنا مكالمه هاتفيه من جزيره الاحلام جربه معنا مهديه. صباح الورد. صباح النور. مرحبا. شنو حوالك؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله عيشك. أو والله نحيي حنا بعلو والكل نحبكم برشا برشا. عايشك احنا في التلفزه الوطنيه ما يسالش تحيه لزملائنا في حنا بعلو. مرحبا. يسالش 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 بالعكس مرحبا بكم في كل وقت وبالطبيعه يسعدنا برشا مكالماتكم الهاتفيه. قل لي مهديه شنو التساؤل نتاعك اختي؟ بربي انا عندي ولدي عمره 3 سنين. اي. وعلى جبته هو جبت بنتي عمرها عام. ولدي ملي جبت اخته قطع الماكله نهائيا، ما حدش يحب ياكل، يهزلها ببرونتها حتى في الليل كي تبدا يفيق هيك في الليل يلقاها تحت يبدا يدز فيها، نلقى في بنتي لوطه. كل شيء حتى تو نهزها ولا اي حكايه معناها ما عرفت له حتى حل. لا لازم تلقى حل، فما حل هو لازم تذكى عليه شويه. ما هذه باش نعطيوك بعض الحلول وبعض الاقتراحات اللي تنجم تعاونك بالطبيعه باش هكا ترجعوا بشوي بشوي ياكله. اكزاكتومون. باهي. لا بالنسبه لي انا اهم الماكله هو السلوك. على خاطر الماكله راهي تابعه السلوكيات اللي هو قاعد يحاول انه يجذب انتباهنا ليه بهم. دونك الماكله نحاولوا انا مش نقول لك ما نعطيوهاش برشا اهميه، اما مش على خاطره هو ما حبش ياكل ولا قال انا مانيش باش ناكل انا نولي ما عندي موضوع نحكي عليه. كان الماكله نحط له ماكلته نخليها له محطوطه، بيان سور كيما حكينا المره الاخرى يلزم تكون ماكله فيها الوان ديما ايا كانت الماكله اللي انا باش نحطها لصغيري، حتى كاني انا مثلا صغيري ما ياكلش الخضره انا نحط له الكميه نتاع الخضره اللي انا نحبه ياكلها، اما مش على خاطر هو ماكلهاش هذيك نخليه جيعان، ديما نحط شويه من الحاجه اللي هو يحبها. على خاطر زاد الهدف نتاعنا مش انه باش يقعد جيعان ولا ما ياكل حتى شيء، اما نخليه له في بلاصه اللي هو ينجم يشوفها ينجم يوصل لها وقت ما هو يحب، من غير ما نولي هذيك شغلي الشاغل النهار الكل ولدي ماكلاش شبيه ماكلاش ويا كان يسمعني نحكي مع ابوه ولا مع جدته ولا على عليه هو وعلى خاطره ماكلاش. على قد ما انت تحكي على الماكلة على قد ما هو باش يزيد يشد صحيح في الماكلة. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه توا احنا معني ندخلوا في اطار حصتنا متاع اليوم اللي هي الكتب والقصص للصغيرات. فما معناها قصص اللي هما يحكيوا على الاضطرابات السلوكية هذوما اللي نجموا يصيروا عند الصغيرات، اللي على خاطر خايف على خاطر باش يدخل للروضة بلاصة جديدة ما يعرفهاش، اللي على خاطر جاي خو ولا أخت جديدة دخل بعضه ما عادش عارف هو شنو اللي كان كل شيء ليه هو توا ولا كل شيء لازمو يقسمو الوقت والاهتمام والانتباه واللعب وكل شيء. دونك هذه الكل حاجات نتعلموهم نجموا نغتنموا الفرصه. فما عناوين اللي فيهم انا احنا نجموا انديريكتومون نوصلوا له المعلومه راك انت بلاستك موجوده وراك انت معناها بالعكس انت تشارك في انا باش نكبروا هالبيبي صغيرون هذايا. راهو صغير كي نحملوه معانا المسؤوليه راهو السلوك نتاعو يتبدل 180 درجه. ونورمالمون سافا لاباس ان شاء الله تو تلقى معاه حلول ولاباس ربي يفضلهم. اكيد بشويه بشويه بالطبيعه يوسعوا زاده شويه الاولياء بالهم على خاطر بالحق مش سهل تربيه الاطفال. مكالمه
به. فانت لو عندنا مكالمه هاتفيه نورمال مش ناخذوها. هو الحقيقه الموضوع مهم للغايه. ذولي ما زلنا باش نواصلوا فيه نهار اثنين على خاطر بالحق موضوع مهم للغايه ونشوفوا حتى في التفاعل نتاع الساده المشاهدين. برشا مكالمات هاتفيه اكيد باش نحاولوا نجاوبوا اكثر ما يمكن. وين وصلنا؟ وصلنا في الحشرات. قعدنا في الحشرات الحيوانيه. طريقه واحده اخرى باش نحاولوا أن نبقى ديما في إطار الكتاب اللعبة. مثلا نجمو نلقاو الكتب هذوما اللي هو هذي كتاب ما فيه حتى قصة حتى كتيبة حتى شيء، هو مبني على أنه فيه تصاور. عنا تصاور في محاور مختلفة، اللي يمشي للحفلة واللي يمشي يتفرج في السباق السيارات واللي يمشي للسيرك. أنا صغيري هنا باش ننمي عنده الانتباه، باش ننمي عنده التركيز، باش ننمي عنده القدرة على التعرف على الأشكال وعلى المطابقة بينات الأشكال. أني أنا باش نلوج كيف 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 التصاور اللي هو مقترحهم عليها الكتاب قديش موجودة من وحدة. احنا قاعدين تبارك الله نستقبل في برشا مكالمات هاتفية، باش نخدم مع مكالمة هاتفية أخيرة ميسة، لأنه الوقت تبارك الله مع تاخذينا وقتنا وعنا برشا فقرات. معنا من القصرين آدم. صباح الورد يا آدم القصر. أم آدم، أم آدم ميسالش آدم ولا أم آدم، مرحبا من القصرين، أهلا وسهلا. صباح النور. عسلامة أختي. مرحبا، شنو التساؤل نتاعك أختي؟ أنا حبيت نسأل، أنا عندي للنطق ولدي عنده توحد. قداش عمره مدام؟ نطق لي بعد 4 سنين، وأنا مشكلتي نسكن في الريف، ما عنديش معناتها إمكانية باش أنا مثلا نعدي عليه من وقت هو عمره عام في تونس، فقط بالتوحد نتاعو من بكري والكل. خاصي أنا بحكم أنا في الريف الكل ما نجمش نعمل له لا حصص على النطق لا حتى شيء. فهمت. قداش عمره هو توا مدام؟ هو عمره 6 سنين، ما عادش الإشكالية نتاعي مش القراية نتاعو باش نهزو المدرسة نتاع العادية، ما قبلوهاش، قالوا لي لازم تعدي عليه في يلزم يقرا في مدرسة خاصة. فهمتك. لا هو فما مدارس دامجه تقبل، اما انت والوضعيه انت والمستوى اللي يكون وصل له صغير، اسكو قريب انا نجمو نعملوا معاه شويه مجهود باش نجمو ندمجوه في قسم في مدرسه عاديه، والا نوليو نتعاون في كان فما امكانيه مدام خلي لي نعطيك رقم الهاتف نتاعي فوالا، خاطر تتواصل معاك ميسه وتكلمك وتفسر لك شنو تنجم تعمل مع صغيرك باش يطول شرحه الموضوع. واحنا الوقت الحقيقه ما نجمش نجم نفسره لك بالقدا، لذا توا ان شاء الله ميسه دوب ما تكمل معايا تخرج وتكلمك. اكيد لحظه بك، عندي اشكاليه اخرى نحب نقولها في التلفزه، انا معناتها اليوم نحب نعمل جزاء نسيتي زيت عندي، هو تولد عينين فيها من الماء ومع كم قيس نظهر في تونس في البلوك وكل شيء، تو الماكينه نتاعو عندها عامين وما تمشيش، هو قاعد من غير مرايات ما قيت له حتى حل، ما عرفتش انا نزلت نقيسه برا نقاش سيدي يعاونني ولا حاجه كيما هكاك. بخلاف ما كان نزلت هو المريات بحكم الكام نتاعو المريات نتاعو ديما يكسرها، تو قاعد عنده عامين من غير مرايات. من غير مرايات تتكلف غالية برشا زيدا معناتها في الثمانينات 900 دينار. وانا وضعيتي ما تسمحش، والسريع كيف القراية، انا ما قيتلوش حتى حل في القراية معناتها. ام ادم اكيد توا نتواصلوا معاك، رقم الهاتف نتاعك موجود، توا نكلمك يعني. تكلمك ميسة وبعد حبيت ندخل امس في الفقرة نتاعك الجمعية نتاع الروتاري. وعد مني ام ادم نوصل لك صوتك، هما باش يعاودوا يرجعوا بحذانا قدره ربي، انا نوصل لك صوتك تهنى وتو نعاود نكلمك بعد البرنامج. ميسة باش نكلمك توت سويت توا بعد شويه، لكن انا نكمل البرنامج ونكلموك ان شاء الله اختي، وما فما كان الخير وربي يشفيكم ان شاء الله. تعاونوني راني ما لقيت حتى حل والله. مرحبا، اللي نقدروا عليه اكيد ما نش باش نبخلوا عليك ام ادم. تحية كبيرة ليك، يعطيك الصحة. ميسة شكرا ليك على المعلومات القيمة. الحقيقة مازلنا نهار اثنين زاد ان شاء الله باش نحكيو في الموضوع، ولأنه موضوع مهم ومهم للغاية، بالحق نحب نرسخوا هذه العلاقة بين الطفل والكتاب على خاطر من الأول على أساس الأولاني، بعد ما نقولوش بينا احنا المجتمعات العربية المطالعة عندنا ما فماش هاوس نبداو على اساس صحيح تكمل قدرة ربي. الكل لاباس ان شاء الله قدرة ربي بقدرة الاله، وهذايا ما نتمناوه. نهاية اسبوع مريحه.
شكرا، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهار الاثنين بقدرة ربي تكون حاضرة معانا إن شاء الله. وإحنا مواصلين استضافاتنا وباش نمشي، والحقيقة لي ولاية عزيزة برشا على قلبي، ولاية تتاوين، وحاضرة معانا مدام هاجر جليتي اللي جينا، واللي هي رئيسة جمعية التنمية هكا التنمية العادلة بتتاوين. صباح الورد هاجر، مرحبا نورتنا أختي. عسلامة ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل، وبارك الله فيكم على الاستضافة. مرحبا بيك، بالعكس احنا فرحانين ومرحبا نورتنا، جيتنا من تطاوين. تحية كبيرة لأهلنا في تطاوين. يعيشك، بارك الله فيك مدام. إذن أخت هاجر، اليوم باش نحكي وعلى جمعيتكم. هيت أول حاجة أعطينا فكرة على الجمعية، وقتاش تأسس، شنو هي الأهداف نتاعها؟ وقت نحكيو على التنمية عادلة مهم برشا، خلينا نعرفوا الأهداف نتاعكم وكذلك المشاريع. ومن بينها فما مشروع رائد في الجهة. أنا الأستاذة هاجر الجليتي، أستاذ تعليم ثانوي في النموذجية بتطاوين، ورئيس جمعية التنمية العادلة بتطاوين. الجمعية هي جمعية تنموية وطنية، المقر المركزي هو في الزهرة من ولاية بن عروس في تونس، وعندنا زوز فروع ناشطين في تطاوين وفي مدني. دونك الجمعيه كما ذكرت من الاول هي تنمويه بالاساس، تعنى بالتنميه في الجوانب الكل، الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. الجمعيه تبنت منذ انطلاقتها، تاسست، كانت التاسيس كان في 2012 بعد الثوره مباشره، وكان عملنا، مازالوا فما انشطه متواصله وانشطه معناها اي. طب شاهدوا مجموعه، باش نشاهدوا مجموعه من الصور اللي بالطبيعه اللي ترسخ. حبيت نحكي عن الانطلاقه كيفاش كانت. يعني تفضلي تفضل. كانت اجتماعيه بالاساس، عملنا انشطه يعني خاصه موجهه لابناء العائلات المحدوده الدخل، تعهد نفسي وتربوي، وبعض الانشطه في المقر المركزي بالزهره، وكذلك في فروعنا في تطاوين ومدنين. دخلنا زاد كيفاش اول عام في السنوات الدراسيه الكل برسك نعاونوهم في شراء المستلزمات والكتب المدرسيه، ونعملوا لهم انشطه داخل هذايا. مازال متواصل بامكانيات الجمعيه وبالمبادرات نتاع الاعضاء والكل. عملنا شراكات زاده مع مختلف الهياكل، فما عندنا شراكات مع وزاره التربيه، مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، مع وزاره مع الصناعه التقليديه زاده، مع وزاره المراه. دخلنا زاده في شراكات مع المنظمات الاجنبيه، بدنا من الشراكه مع المبادره الامريكيه الشرق الاوسطيه هذيك ميبي، وعملنا مشروع في الزراعه بدون تربه موجه لحاملي شهيد عليا، يعني مجموعه من الشباب في الجنوب. تكلفه تقريبا قديش؟ والله هي باهي المشروع في المئة هكاكا، في المئة هكاكا، يعني 100 مليون باهي. مهم برشا اكيد، هي مشاريع مهمه لانه تخلي تحفز على الاقل الشباب باش يدخل في مشاريع. نعم سامحني. اي شكرا مدام. حبيت نقول انه هي مجموعه من البدائل اللي حبينا نوصلوا، انه فما بدائل تنجم يتبنوها الشباب، معناها في عوض انه يستنى معناها وظيفه ولا حاجه، ينجم يدخل يعمل تكوين ويقوم بمشروع، يعني ينجم يدخل به سوق الشغل. عملنا شراكات زاد أخرى، شراكة ثانية كانت مع سفارت ألمانيا، برنامج الصندوق الديمقراطي، عملنا فيه فن النسيج الصمار زادة، وكونوا عندنا مجموعة من النساء في ولاية مدنين، كان هذا برشا بنات ونساء يعني تكونوا ودخلوا سوق الشغل، وتو قاعدين يعني ينتجوا في فما منتوج يعني في النسيج الصمار في مدنين. عملنا زادة مشروع آخر في تطاوين مع برنامج العون المباشر الداب مع سفارت ألمانيا، سفارت عفوا سفارت أستراليا، حتى هو في زراعة بدون تربة، كوننا 20 امرأة وفي المشروع هذا زادة تكونوا النساء التطاوينيات. فما شكون يعني يفكر حتى انه بداوا، يعني فما شكون يحب يقوم بالمشروع، لأنه مشروع يعني يحب شوية هكا معناها مشروع زراعة بالتربة، معناها مهوش معناها يحب شوية هكا لهوة شويه. اي ماهوش مشروع باهي وفي مستقبل اكيد، موجود هذا في العالم اجمع. زاد فما شراكه اخرى عملناها مع بنود، مع معناها برنامج الانمائي، معناها بنود. شنو عملنا هنا في مدنين هذا السنة؟ دخلنا في برنامج معناها الحفاظ على ديمومه السلام من اجل اشراك الشباب في الشان المحلي، وخاصه الشباب اللي هو صعب وصول اليه.
شباب هارد تو ريتش، كيفاش معنا نجموا ندمجوا وندخلوا الشباب هذوما اللي هما ماهمش مهتمين برشا بالشان العام، وكيفاش يعني ينجموا يكون عندهم افكار في المجتمع ويطبقوها ونسموها سميناها مبادرات مجتمعيه في مدنين. اخر المشروع الحالي هذا المشروع اللي توا ما احنا بصدد الانجاز، وهو مشروع بالشراكه مع اوكسفام، نشكرها المنظمه هذه على خاطر اعطتنا الفرصه. المشروع هذا دخل في اطار تداعيات كورونا، نعرفوا مليح انه صار حجر صحي برشا مرات في تونس، ولقينا انه الفئات الكل العمريه معنا شباب وتلاميذ والكل يعني الوصول للمعلومه عن بعد مهم برشا توا يعني في الفتره هذه. نعم. احنا فكرنا في بالنسبه للمراه في تطاوين كيفاش يعني كثر برشا العنف في الفترة هذيك نتاع الجائحة، ضعف برشا فما إحصائيات. هو في إحصائيات في تونس الكل وفي العالم صحيح ضعف العنف المسلط ضد المرأة وكذلك عند الأطفال زاد عنف كبير مع الحقيقة. احنا فكرنا من المنطلق هذاك كيفاش فكرنا في انجاز تطبيقه تفاعليه معنا على اندرويد يعني في الهاتف المحمول ويعني تكون مبسطة متوجه اساسا للمراه في على شان المحلي. احنا بنيناها بتطاوين كيفاش يعني تنجم تتعرف على حقوقها القانونيه وكيفاش يعني تنجم تنفذ للمعلومه وكيفاش تنجم تلقى فرص عمل وكيفاش يعني تنجم تنفذ لمعلومه الخدمات يعني الهيكل العمومي المؤسسات وبعض جمعيات المجتمع المدني المنظمات الدوليه كيفاش تنجم هي تقدم لها هذيك خدمات وكيفاش تنجم تنفذ يعني وتنجم تستفاد يعني المراه. يعطيك الصحه مدام هاجر، شكرا لك على حضورك معنا. أي فقط نزيد نوضح فقط معنا مراحل المشروع نتاعنا. بدينا اول حاجه بالتعريف بالمشروع مع الهيكل العمومي، نشكرهم الكل على تفاعلهم. عملنا يوم 8 فيفري يوم اعلامي للتعريف بالتطبيقه، عملنا حمله جمع المعطيات وانجزنا التطبيقه احنا تو في طور الانجاز ان شاء الله. يوم 25 جوان ان شاء الله عندنا يوم ختامي للمشروع نتاعنا، نحبوا نطوروها، نحبوها تولي منصه تفاعليه شاركي علاش لا تخرج من اطار ولايه تطاوين يعني وتمس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعطيكم الصحه مدام هاجر جليتي، شكرا نورتنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك على حضورك معنا وتحياتنا لاهالينا في تطاوين. شكرا. الله يبارك لك مدام، يعيشك. بارك الله فيك. بالطبيعه احنا مواصلين فقرات برنامجنا واستضافاتنا 71 143 475. تنجموا تتواصلوا معنا خاصه السيد جعفر الربعاوي السيد القاضي باش يكون حاضر معنا بعد ما تسمعوا النغم هذا بصوت سعد المجرد.